الإعلامي والكاتب العام للمعهد العالي للإعلام والاتصال الأستاذ محمد الرجراجي، ما تعريفك الخاص لقضية النبش في الذاكرة؟ أعتقد أن الذاكرة هي الإنسان في حد ذاته. إذا كانت هناك ذاكرة التي صنعتني شخصيا، فهي ذاكرة التي بنت عليها كل مرحلة عمرية معينة. عندما تعود بك الذاكرة إلى مرحلة الطفولة، من من أفراد أسرتك لعب أهم الأدوار في حياتك؟ ربما البدء الذي يجب أن نتذكره في هذه الذاكرة هو الفضاء العائلي الأول الذي صاغ شخصية كل شخص فينا، وأبدأ داخل هذا الفضاء العائلي بالأثر الذي يتركه الوالدين أساسي ومحدد للكثير من المعالم التي تنبني عليها الشخصية ككل والمبادئ التي تلقتها. وعلى رأس هذه الذاكرة الأسرية أو هذه الدائرة الضيقة تأثير الأم رحمه الله. أنا إنسان قادم من المغرب الشرقي، من منطقة الرشيدية، وخصوصا من منطقة يقال لها مدغرة، شرفاء مدغرة، وبالضبط من قرية يقال لها أسرير. وبالتالي هذه الذاكرة بحمولتها الأخلاقية وبحمولتها وبالفضاء التي عشت فيه كان له أثره، ومبدأ الأخلاقي كان له يعني حضوره القوي، ومن هنا بدأ يعني عملية تكوين وعملية تأطير وعملية توجيه. ويمكن أن نركز في هذه اللحظة على نقطة أعتبرها دائما أساسية وخلقت دائما من داخلي نقاش دائما، أنه مجتمع كان بسيطا جدا، كان بعيدا عن ما يمكن أن نسميه بالنقاش الفكري داخل المجتمع، ولكنه كان يعتمد على ما يحمله هو من أخلاق ومن تكوين ومن تفسير لفلسفة الحياة، وهذا الجانب كان له أثره كبير جدا. فلازلت أستحضر كل ما كان يدور في هذا الفضاء الأسري وفي هذه الذاكرة الخصبة جدا جدا، وكثيرا ما أرجع إليها من ناحية ديال الأمثلة، ومن ناحية ديال التوجيه، ومن ناحية ديال عمق رؤيتهم للأشياء ولفلسفة الحياة. بعض المدرسين كانوا فاعلين في حياة تلاميذتهم، هل تذكر بعضهم ممن بصموا حياتك بشكل ما؟ هنا أذكر مجموعة من الأساتذة من المعلمين في الابتدائي في مدينة مكناس في حي الزيتون بالضبط. ثم بعد ذلك لازلت أذكر لما انتقلت إلى الرباط، هناك أستاذ رائع جدا، وربما أقول بأنه هو كان سبب يعني اهتمامي بالشأن السياسي وبالشأن الإعلامي. أذكر هذا الأستاذ كان اسمه مستور، وكان مسيس كبير جدا، واعتقل في إضرابات 81 أذكر، ولمدة معينة. وكان يستغل مادة التاريخ ومادة التربية الوطنية التي كانت مادة آنذاك موجودة في المقرر الدراسي ليدفع بنا إلى البحث، وأعطى مواضيع من أجل البحث فيها، مثل البرلمان، مثل السلطة التشريعية، مثل السلطة، هذه المفاهيم وهذه المصطلحات فتحت لنا عقولنا في هذا الجانب. وكان يهتم كثيرا جدا بالإعلام وبالنقاش العمومي السائد آنذاك في بداية ثمانية القرن الماضي، وأثر بشكل كبير جدا. المرحلة الجامعية يمكن أن أشير إلى أن التحقت بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، كان أنا ذاك كما درستي كما سبق لك المرونة بمجموعة من الأساتذة أثروا بشكل كبير جدا. أذكر في هذا المجال أستاذنا الكبير العالمي المشيشي، الذي يعني كان فقيها بالمعنى الفقهي للقانون، ودرسنا على يدي مجموعة من المواد، وربما من الأساتذة القلائل الذين كانت تمتلئ حجرة الدرس بهم. أذكر الأستاذ علي كريمي في المجال السياسي وفي العلاقات الدولية. أذكر الأستاذ أحمد حيداس درسنا. إذا مجموعة من الأسماء التي كانت
يعني دافع أساسي في الذاكرة. سوف ينتقل هذا الإرث إلى حياتك الخاصة بعدما توليت مجال التدريس، وبعد مرحلة الممارسة الصحفية التي كان لها عمر ما يزيد عن 25 سنة ربع قرن في تجارب متعددة، ولكن انتقالنا إلى مجال التدريس سيجعلك أنت بدورك في احتكاك مع الطلبة. عشت تجارب إعلامية عديدة، ماذا عن الأسماء المتميزة المستقرة في ذاكرتك من هذا العالم؟ والله إلا قلبتي صفحة من صفحات مسار طويل جدا. بدأت في جريدة العالم آنذاك على مستوى التكوين، وفي بداية لازم أذكر اسم لا زال استحضره دائما، عبد الجبار السحيمي، ككاتب كبير جدا وكشخصية التي كانت بأخلاقها وبممارسة صحفية وإصراره على الابتعاد عن الأضواء. عبد الجبار السحيمي كان كاتبا، كان يقود 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 الجريدة، ولكنه كان مربي أجيال بأخلاقه بممارسة صحفية باحتضانه للصحفيين الجدد. بعد ذلك أصبحنا نمارس كذلك، يمكن أن نشير إلى أسماء في هذا الجانب كبيرة جدا. الأستاذ محمد الأشعري استغلنا إلى جانبه في جريدة الاتحاد الاشتراكي ولو أن لفترة صغيرة. هذه كانت بالنسبة لنا مدارس قائمة بذاتها، وكانت تفتح المجال للتكوين. هناك أسماء كذلك يعني صاحبنا في هذا المسار بعد دخول تجربة القطاع الخاص في أواسط التسعينات القرن الماضي وإنشاء جريدة صحيفة ميديا تروست وأسماء، ثم التجربة التي خذتها شخصيا مع زميلي وصديقي صديق الدراسة وصديق الممارسة الصحفية نور الدين مفتاح، الذي أنشأنا في الأيام في تلك الفترة، وأصبحت مدرسة في حد ذاتها. يعني هناك كثير من الأسماء صراحة كانت تمثل نبراس وتمثل يعني مرجع أساسي في الممارسة الصحفية، والتي استفدنا منها كثيرا وتشبعنا بأفكارها وتشبعنا بممارستها الصحفية وبأخلاق التي كانت تستمتع بها. ماذا عن سفر أو هروب إلى مكان ما له موقعه الخاص في الذاكرة؟ في المتخيل أفضل أن أتعرف على مجتمعات أخرى وثقافات أخرى، وربما أقول خارج المنظومة الغربية، خارج المنظومة الغربية، لأنني عشت في هذه المنظومة لفترة معينة، وبحكم يعني تواجد الأبناء في الغرب كانت لهذه التجربة خصوصا في إيرلندا وبريطانيا، وبالتالي ربما نقول بأنه حصل نوع من الإشباع في هذا الجانب، ولكن لا زال هناك الكثير من الذي يمكن التعرف عليه في المجتمعات الأفريقية وفي المجتمعات الأخرى التي تزخر بثقافات متعددة وغنية جدا. في الواقع أو السفر الواقعي أميل الآن إلى الهدوء أكثر، ربما لكل مساء تقريبا جلسة أمام البحر، فلما أغادر المعد أجد فضاء الشاطئ هو أقرب إلى نفسيتي والأقرب إلى الهدوء الذي أبحث عنه في هذه الحياة.